هل سمعتم من قبل عن راعي شاب يحب عزف النهي وتأسر ألحانه قلب الأميرة؟ ماذا لو أخبرناكم أن هذا الراعي في يوم من الأيام دخل في مغامرة خيالية في الغابة؟ انضم إلينا لنكتشف سويا ماذا حدث. كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والآن، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن والصلاة والسلام على نبينا خير الأنام. يحكون أنه قد حدث في مكان ليس له مكان وزمان لا يذكر في تواريخ الأيام، أن أحد الفتيان الرعاة كان عازفا ماهرا على الناي، أي ناي، فقد كانت أية قصبة من القصبات تتحول بين يديه إلى آلة ساحرة باهرة. عندما ينفخ فيها ليلا تبقى النجوم ساهرة، وعندما يعزف نهارا كانت الشمس تبقى حائرة. لكن هذا الفتى الراعي الذي يشتغل طوال النهار كان لابد أن يستريح عندما يأتي المساء، ولكن كانت الشمس تودعه وتغرب، تتركه وتذهب، ويذهب هو إلى كوخه هناك في العراء، ذلك الكوخ الذي بناه بنفسه من فروع الأشجار على حافة الغابة المظلمة على مرمى البصر من قصر الملك الدائم الضياء. لقد كان هذا الفتى يرعى قطيع أغنام الملك، وكان لهذا الملك فتاة جميلة طيبة القلب اسمها فيروز، وكانت فيروز تعيش وحيدة في القصر، وعندما كان يحل المساء كانت تقضي الليالي القمرية في شرفة القصر المطلة على المراعي، تسمع في شوق صوت الناي الذي يعزفه هذا الراعي. كانت في أحيان كثيرة عندما تخرج لتتفرج على السهول أو على الغابة تمر عليه في كوخه تحييه أو تسمع له، وكانت تأتي له ببعض الهدايا، لكنه كان يقبلها وهو حزين، يتمنى لو يستطيع تقديم هدية لها هي التي تتقرب إليه دون الناس أجمعين. حتى كان ذات يوم حدث فيه حادث غريب من تلك الحوادث التي لا تحدث إلا في القصص الشعبية أو الحكاية الخيالية، والتي كانت تحدث في ذلك الزمن القديم العجيب كل يوم، حيث كانت تعيش كما يقولون حيوانة أسطورية ومرذة عظام الأجسام، ضخام الرؤوس والأقدام، أو طيور خرافية وتنانين نارية وأقزام، صورها الإنسان بالخيال ورآها في الأحلام. وعلى كل حال نعود لحكايتنا ولراعينا ولنكمل الحديث والمقال، فقد عرفنا أنه كان يتمنى أن يهدي لفيروز هدية، وقد حدث له حادث ذات ليلة جعله يستطيع أن يفعل ذلك، ولكن كيف كان ذلك؟ ذات ليلة كان عائدا في الليل إلى كوخه، فسمع بالقرب منه داخل الغابة صوت بكاء ونحيب كأنه صوت طفل صغير تائه غريب. ولما كان الراعي طيب القلب رقيق المشاعر كأنه فنان أو شاعر، اندفع بسرعة داخل الغابة المظلمة بحثا عن ذلك الطفل الذي يبكي وينوح، حتى وصل إلى مكان فسيح خلف شجرة ضخمة من الأشجار، لكنه بدلا من أن يرى طفلا باكيا يحزن من أجله إلا بمنظر مهول يسمر قدميه ويملأ بالدهشة عينيه ويجعله يضحك ويضحك والمرح يغلب عليه. فهناك بجوار الشجرة
يجلس مارد ضخم عظيم الهيئة، يحاول دون جدوى الإمساك بأصابع قدمه اليمنى التي كان يسيل منها الدم وهو يبكي بحرقة كطفل أخذ منه لعبته، ويولول كفتاة صغيرة دون أن يحافظ على وقاره وهيبته. لقد كان يتأوى ويتألم ويتلوى بطريقة جعلت من الحيوانات تنظر إليه باستغراب. نعم، كانت هناك حيوانات ومجموعة كبيرة جدا منهم تتفرج وتتأمل ما يجري وهي مستغربة، وهي التي كانت تموت رعبا إذا شمت رائحة أمثاله من العمالقة. تضايق هذا المارد أكثر وأكثر، فكان يزعق فيها صارخا، فكانت هي تجري خائفة، لكنها لم تكن تملك سوى أن تعود وتنظر كما فعل الراعي الذي تقدم منه قائلا في صوت حنون وعطف بالغ: ما الذي تشكو أيها الصغير الكبير؟ واضطر المارد أن ينحني كثيرا كثيرا ليصل إليه صوت الفتاة، كما أنه لم يستطع أن يرد على الفور لأن الدموع كانت تخنق صوته والآهات تملأ صدره. فقال وهو يضطرب بأصابعه وذراعه الضخم في الهواء: إنها شوكة، شوكة دخلت في إصبع قدمي الكبير وبسببها سأموت، الحقني وساعدني. اقترب الراعي منه حتى أصبح رأسه في موازاة قدمه الكبرى، فرأى قطعة حادة كبيرة من خشب السنديان الصلب تكاد تغيب في لحم إصبع المارد، فأخذ يعالجها بخفة، والمارد يتلوى ويتألم حتى استطاع إخراجها. ثم خلع قميصه وقطع قماشه إلى شرائط، وقام بصعوبة بالغة بربط هذا الجرح ومنع النزيف. ارتاح المارد وتبسم ضاحكا، بل وارتفعت صوت ضحكته تزلزل أرض الغابة ويعزف بالأشجار ويثير خوف الحيوانات. ولولا أنه أمسك بالراعي لطار مع من طار من أغصان وخشب وأحجار. وبعد أن هدأ عادت الحيوانات تتفرج، وجاءت الطيور التي كانت نائمة، واستيقظت من كان من الوحوش نائمة ليشاهد هذه الصداقة التي بدأت بين المارد الخيالي وواحد من بني الإنسان. وكان المارد يفكر ويفكر في طريقة يكافئ بها ذلك الراعي الضحك الذي أنقذ حياته. فقال له المارد: عليك أن تأتي معي، فعندنا حفل ميلاد مارد جديد، وستكون ليلة مرحة عظيمة، وستسر كثيرا، ولكني سوف أخفيك عن أنظار أقاربي وإخوتي، فهم لا يحبون أن يراهم أحد، وستكون أنت أول إنسان يرى حفلا لهم. قال الراعي: ولكن كيف ستخفيني عنهم؟ أخشى أن تضعني في جيبك فأختنق، أو تنساني هناك وأموت. ضحك المارد وقال: لا تخف، خذ هذه القبعة والبسها فوق رأسك وسوف تخفيك عن الأنظار تماما، ولكن كن قريبا مني، عندما تريد شيئا يلمسني حتى أعرف مكانك، لكن احذر، فالرقص سيكون عنيفا، لا تترك أحدا يدوس عليك. وحمله المارد على كتفه ومضى به وسط دهشة الحيوانات الذين أسرعوا جميعا خلفهما وهم يتعجبون لشجاعة وجرأة هذا الراعي الذي وافق على الذهاب إلى حفل العمالقة الذي لم يره أحد ولا يصدقه عقل. وما أن وصل المارد حاملا الراعي إلى ذلك المكان الفسيح وسط الغابة، قال له المارد: هيا
ضع القبعة على رأسك حتى لا يراك أحد، وامسك جيدا بخصلة شعري حتى لا تسقط أثناء الرقص، فالأفضل أن تشاهد من هنا حتى لا يراك أحد. وفعل الراعي كما طلب المارد فاختفى عن الأنظار، ورأى من هناك عشرة من المردة عجيبة الشكل، منها الطويل والقصير، الرفيع والسمين، العجوز والشاب الكبير والطفل. وكان هناك صياح شديد، الكل يتكلم. والحقيقة أنهم كانوا مردة وضخم الأجسام، لكنهم كانوا في غاية الفوضى وعدم النظام. جاء أحد المردة يسأل صديقنا المارد عما حدث معه، ولما عرف السبب ضحك ضحكة عنيفة كادت تلقي بالراعي من فوق كتف المارد. فقال له هذا المارد: هذا جزاء إصرارك على المشي حافيا. وعاد يضحك ويربت على كتفه دون أن يدري أن فوقه إنسان. ولذلك تعجب عندما سمع صوتا بشريا وصرخة احتجاج تصدر من فوق كتف صديقه، فأخذ يتحسس ويتأمل ويتشمم حتى أمسك بجسد الراعي الصغير. ولما حمله طارت هذه القبعة، فوجد بين أصابعه مخلوقا آدميا يرفس بيديه ورجليه احتجاجا، وكاد يلقي به لولا أن أخذه منه صديقه المجروح وسط دهشة الجميع. ووقف الراعي فوق كف صديقه بينما وجوه المردة حوله تتأمله في دهشة وتعجب وغضب، فكيف تجرأ هذا المخلوق على اقتحام هذا الحفل؟ وحاول صديقه الاعتذار عنه قائلا: أنا الذي أحضرته، لقد أنقذ حياتي وأردت أن أرد له الجميل. وقبل أن يتعاطف أحد معه صرخ مارد قزم: هذا لا يغفر له الذنب، يجب محاكمته على الفور، فقد يكون جاسوسا علينا. نعم، لا بد أن يحاكم. لم يكن هناك مفر من المحاكمة التي قد تكون محاكمة عادلة أو ظالمة. وجد الفتى الراعي نفسه في مأزق، ولم يستطع صديقه المارد أن يمنع عقد المحكمة لمحاكمته، لأنه حينما اعترض شارحا لأهله المردة العمالقة أن الفتى الراعي قد أنقذه من الموت لم يستمع له أحد. همس المارد الصديق للفتى: ضع القبعة واهرب. لكن الفتى الراعي قال له: لا تخف يا صديقي، أحب أن أشاركهم مرحهم لأنني أحببتهم جميعا. تعجب المارد من ذلك الإنسان الذي لا يعرف أن في هذا التهور ممكن أن يكون الموت، وأراد أن يشرح له أنهم قد يقتلونه وهم يمرحون ويضحكون، لكن المكان قد جهز للمحكمة. وجلس على جذع شجرة ثلاثة من المردة، وأمام الآخر فقد كان المارد القزم الذي اقترح المحاكمة في البداية، وكانت في عينيه نظرة شريرة. نادى هذا القزم على الفتى الراعي فتقدم منهم وهم يرمقونه بنظرات غاضبة، وسأله المارد عن سبب حضوره إلى هنا. قال الراعي: جئت لكي أشارك هذه الفرحة بالمولود الجديد. ضحك المارد القزم ساخرا وقال: كيف أيها الثرثار، أنت تكذب، فقد جئت لتعرف أسرارنا. لكن الفتى الراعي تناول الناي الذي كان معلقا في وسطه ورفعه إلى فمه وسط نظرات العيون الضخمة المتسائلة. كان في تلك العيون المرحة حب استطلاع غريب انقلب إلى دهشة طفولية. عندما خرجت الأنغام من الناي
ناعمة ساحرة ثم مرحة راقصة. فلم يتمالك أحدهم نفسه واندفع يرقص وسط ساحة المحكمة، واندفع خلفه آخرهن. وكلما ازداد هذا المرح زاد الفتى في إيقاع العزف، لدرجة أن المارد القزم كان يرقص حول الفتى الراعي. وارتفعت صيحات المرح وضحكات السرور، واشتدت ضربات الأيدي ودقات الأرجل فوق الأرض، واهتزت معها الأشجار وهربت الحيوانات والطيور إلى أقصى الأرض. ولم يكف الفتى الراعي عن العزف إلا بعد أن تساقط المردة العمالقة واحدا بعد واحد من التعب والسعادة، وغلبهم النوم فارتفع شخيرهم في إيقاع منتظم. وقال الفتى لنفسه: إنها ليلة لا تنسى ولن تعود، وغدا أعود إلى المرعى، لن أكل طعاما مثل الذي أكلته في هذه الليلة، فلأخذ ذلك الرغيف الضخم معي، سيكفيني من الجوع لأسبوع قادم. تناول الرغيف الضخم، ولكنه بعد أن حمله وصار به خطوتين، أحس بالرغبة في النوم، فنام مستندا إلى جذع شجرة هنالك، واستاد سكون وهدوء لحد لهما. أشرقت الشمس سعيدة دافئة، فانطلقت ترسل أشعتها خلال الأشجار والأوراق في مرح تلمس كل شيء وتدعوه للنهار. استيقظ الفتى الراعي وهو يشعر أن حلما غريبا قد مر بخاطره، حلما شاركه فيه مردة ضاحكون وعمالقة مرحون. فابتسم واستعد للرحيل وهو يتعجب من وجوده في هذا المكان البعيد عن كوخه وأغنامه، ولكنه فوجئ بوجود الرغيف الكبير فوق صدره، فأخذ يتحسس غير مصدق. الأمر حقيقي إذن؟ نعم، كان كل ما حلم به حقيقة، المارد الجريح والمارد القزم والمحاكمة والرقص. نعم، فما دام الرغيف حقيقة فكل ما حدث في تلك الليلة لابد أن يكون حقيقة كالحلم أو حلما كالحقيقة. والحقيقة أن الفتى الراعي لم يجد سببا لبقائه، فحمل الرغيف ومضى عائدا، ثم تذكر شيئا فمد يده إلى جيبه وأخرج القبعة. نعم، كانت القبعة في جيبه هي الأخرى، إذن الأمر كله كان حقيقيا. فمضى يقفز سعيدا يصفر بنيه، وعشرة العيون الصغيرة تراقبه وتتبعه، عيون الحيوانات والطيور الصديقة. أسرع إلى الكوخ فوضع الرغيف هناك، ولأنه لم يكن يشعر بالجوع فقد أسرع يخرج الأغنام من حظيرتها إلى المرعى، مؤجلا تناول إفطاره إلى حين. وعند الظهيرة عند القيلولة تجمعت الأغنام جماعات جماعات في ظلال الأشجار المتناثرة حول الكوخ. بينما راح هو يعزف على الناي لحنا هادئا كنسيم الربيع، ومن بعيد خيل إليه أن الأميرة فيروز تنزل من فوق حصانها وتتقدم نحوه، فتوقف عن العزف، لكنه لمحها تتوقف فعاد إلى عزفه، فأخذت تتقدم نحوه منصتة في سعادة. وما كان أقل الوقت الذي تشعر فيه الأميرة بالسعادة، فقد عرف عنها وانتشر بين الناس أنها دائما حزينة بسبب وحدتها منذ وفاة أمها، ولأن والدها الجبار لم يكن يحب في الدنيا شيئا سوى الذهب والمال والجواهر، ولم يكن يتذكر ابنته إلا عندما كان يأتي أحد الملوك أو الأمراء
من إحدى الممالك المجاورة لخطبتها. ولما كان يكتشف أن الخاطب أقل منه مالا كان يرده خائبا، ولم تكن الأميرة تعلم بما يجري. وعندما كان يخبرها أحدهم كانت تبتسم في حزن وتقول: عجب عجب، لا تسأل عن السبب، مال الملوك والكنوز لا يهمني في شيء. ولذلك كانت الأميرة تحب عزف الراعي الفتى، وكانت تحب أن تزوره لتسمع له وتهديه بعض الهدايا التي كان يأخذها حزينا لأنه لم يكن قادرا على رد مثلها إليها. لكنها كانت تقول له دائما: إن هديتك إلي هي عزفك الساحر الذي يملأ قلبي سعادة ويجعل طيور السماء تغرد والأطفال يغنون. اعزف اعزف واستمر في العزف، فإنها خير هدية تقدمها إلي. ولما عادت الأميرة فيروز إلى القصر رأت والدها غاضبا أشد الغضب، إذ أخبره أحد الحراس بحديثها مع الراعي. ولما حاولت أن تشرح له رفض الاستماع لها وأمرها بألا تغادر القصر أبدا إلا بإذنه وتحت حراسة مشددة. وفي ذلك الوقت كان الراعي يجمع الأغنام ويسوقها إلى الحظيرة ثم يعود إلى كوخه. فجأة تذكر أنه لم يتناول طعاما منذ حفلة الأمس، وتعجب لأنه لم يشعر بالجوع مع أنه أحضر الرغيف الكبير العجيب خوفا من الجوع. على أي حال لقد جاع عندما تذكر الجوع، فأسرع وأحضر قليلا من اللبن وقام إلى الرغيف ليكسر منه قطعة تكفيه، لكن الرغيف رفض أن ينكسر، كان جافا كالحديد صلبا كالصخر. تعجب الفتى الراعي، أمس كان الرغيف طريا وأكل منه كفايته، وعاد يحاول كسر طرف الرغيف ولكن دون جدوى. فقرر أن يستعمل أسنانه لقضم اللقمات لقمة بعد أخرى، ولكنه عندما عض بأسنانه على الرغيف حدث ما جعله يتسمر من الدهشة. لقد سقطت من موضع القضمة ماسة كبيرة كأنها جوهرة تاج الملك بنفسه. فأعاد القضمة والعض على هذا الرغيف فتساقطت الماسات واحدة بعد أخرى وسط دهشة الفتى وعجبه. وظل الرغيف سليما صلبا كما هو بينما جمع الماسات ووضعها في كيس كبير، ورقص قلبه من السعادة لا حبا في الماس، ولكن لأن لديه الآن ما يمكن أن يقدمه هدية للأميرة عندما تأتي لزيارته. ولكن الأميرة لم تأتي، ومر يوم وآخر الأميرة لم تظهر، والناي حزينا يغني والخوف في القلب أكبر. مر يوم ومر يوم ثاني، وفي اليوم الثالث ازداد قلق الفتى الراعي. لم تأتي الأميرة، لابد أن شيئا قد حدث، يا للحظ السيء. فعندما يكون عنده ما يهديها مقابل ما أهدت له من هدايا وما أحاطته به من عطف وحنان لا تأتي، لا، لابد من فعل شيء، لابد أن أوصل لها هذه الهدية. ولكن كيف السبيل والحراس يحيطون بالقصر ليلا ونهارا؟ وتذكر الراعي قبعة المارد، تلك التي أخفته عن عيون المردة، إنها لابد أنها قادرة على إخفائه من عيون الحراس، وفرح بهذه الفكرة وأسرع إلى القبعة فارتداها ونظر إلى جدول الماء فلم ير شيئا، فعرف أن هذه القبعة لم تتغير صفاتها.
فحمل كيس الجواهر والماس الذي تجمع لديه من قضم الرغيف العجيب وأسرع إلى القصر. وعندما مر بجوار الحارس الضخم دون أن يراه وأغراه ذلك بجذب طرف عمامته، وبينما كان الحارس الضخم يحاول إخفاء فزعه لأنه لم يرى بجواره أحد، كان هو يحاول إخفاء ضحكة مرحة زاد صوتها من فزع الحارس. وظل الراعي يتقدم داخل القصر دون أن يراه أحد حتى وصل إلى شرفة الأميرة. هناك كان ضوء القمر يتسلل خلال الستائر ويغمر وجهها بنور حالم، وهي نائمة في سريرها. وتقدم الراعي بحذر ثم وضع الكيس إلى جوار السرير ومضى عائدا من حيث أتى، وهو يعبث مع الحراس فيثير فزعهم، فمنهم من يجلب سرواله، ومنهم من يأتي له من الخلف ويدفعه فيكاد يسقط. وفي الصباح أخفى الرغيف والقبعة، فقد عال الصياح في القصر. الأميرة تسأل عن سر الجواهر، والملك يقول أنه ملك من السماء أتى له بثروة فلماذا يسأل؟ والحراس يظنون أنه شبح غامض لا يمكن أن يكون ملاكا، فالملاك لا يسخر من خلق الله مثل ما فعل سائر الليل هذا. وعندما حل الليل أخذ يستعد للرحلة الثانية لكي يرى الأميرة، فأخذ يعض الرغيف بأسنانه، وأخذت الجواهر والماسات تتساقط منه حتى ملأ كيسا أكبر من الكيس السابق، وبعدها وضع القبعة فاختفى عن الأنظار ومضى إلى القصر خفيفا كرائحة الأزهار. وكان الملك قد أمر بمضاعفة الحراسة والمراقبة لمعرفة السر، ولكن الأميرة لم تهتم وراحت في النوم هادئة تحلم بلحظة في المراعي تسمع فيها للراعي وناياه المسحور الألحان. واختفى الملك خلف إحدى الستائر في حجرة الأميرة يحاول أن يحل هذا اللغز بنفسه إن استطاع، ولكن الأمر بقي بلا تفسير. ففي الصباح وجدوا كيسا أكبر من كيس الأمس وجواهر أكثر من جواهر الأمس، وحكى الحراس حكاية أكثر من مداعبة الشبح الغامض، أكثر مرحا من حكاية الأمس، ومع ذلك ظل الأمر بلا تفسير. وصحيح أن الملك أخذ كيس الجواهر وأضافه إلى خزانته، لكنه ظل يفكر ويتمنى أن يتكرر هذا، سواء كان الزائر شبحا أم ملكا طيبا، فالمهم أن يأتي له كل ليلة بكيس أكبر من الكيس السابق، وليس هذا بالأمر العسير. وحقق الشبح الخفي أمنية الملك عاشق الجواهر. ظل ليلة بعد ليلة يتسلل إلى حجرة نوم الأميرة ليترك كيسا مليئا بالجواهر، يأخذه الملك المتخفي خلف الستائر. وفي الوقت الذي كانت فيه سعادة الملك تزداد يوما بعد يوم بزيادة ثروته، كانت نظرة الحزن تزداد في عيني الأميرة، إذ أنها لم تعد تسمع عزف الناي ولم تعد ترى الراعي، ولم يكن يهمها ذلك الزائر الليلي الذي يترك لها الجواهر، بل كانت تزداد حزنا وألما. وكان الراعي يشاهد وجهها النائم وقد لفه الحزن العميق فيملأ قلبه الألم، لأن أكياسه لم تجلب لها السعادة، فماذا يفعل؟ فقرر في الليلة التالية ألا يذهب، وظل بالقرب من القصر يعزف على الناي عزفا ساحرا لم يعزف مثله طوال حياته.
مما جعل الأميرة تظل ساهرة في شرفتها تسمع له حتى الصباح. وطبعا ضايق هذا الملك أشد الضيق، إذ أن الزائر الليلي لم يأتي لأن الأميرة ساهرة، وذلك الصوت المزعج يملأ الجو، ولابد أن هذا هو السبب في عدم حصوله على كيس جواهر آخر. فأمر بطرد الراعي بعيدا وهدده بالموت إن هو عاد للعزف في المساء. ومضت الليلة، وبعدها مضت ليلة أخرى، ثم قرر الراعي أن يعود لزيارة الأميرة ولم يأخذ معه جواهر هذه المرة، بل تناول الناي ومضى نحو القصر، ولم يكن يعرف أن الملك قد أمر حراسه بالاختفاء عند التعرض لأي إنسان أو شبح يدخل أو يخرج من القصر. ولكن الأميرة كانت قد أغلقت حجرتها من الداخل، وهي تعلن أنها لن تسمح لأحد بالدخول، شبحا كان أم غير شبح. ورغم التوسلات من الملك ألا تفسد عليه خططه للحصول على مزيد من الأكياس، ظلت معتصمة بالحجرة ترفض أن تفتح باب الشرفة أو باب الداخل. وعند انتصاف الليل سمعت طرقا على باب الشرفة، فقامت خاضبة وقالت: اذهب بعيدا، فلن أترك أحد يدخل إلى هنا حتى ولو جاء بكل جواهر الأرض، ابتعدوا عني واتركوني وحدي. سمع الراعي هذه الكلمات وتعجب، هل أغضبها بهداياه؟ إنه لم يقصد ذلك، لقد ظن أن الأميرة لابد أن تسعد بحبات الماس، إنه لا يهتم كثيرا بذلك، إنه لا يحب شيئا سوى عزف الناي فقط. وهنا كان قد وصل إلى سور الشرفة عائدا والقلب حزين، عندما طرأت له فكرة، فجلس هناك وأخذ يعزف على الناي معبرا عن حزنه وأسفه. وهنا خرجت الأميرة إلى الشرفة باحثة عن مصدر الصوت، وقد علت على وجهها ابتسامة كبيرة، ولكنها لم ترى أحدا، فظنت أن الوهم يصور لها خيالات. ولكن الفتى أسرع فرفع القبعة عن رأسه، فرأته وأسرعت نحوه، ولكن ما إن اقتربت منه حتى اندفع نحوها والدها غاضبا صارخا ومعه حراس مدججون بالسلاح. إذن أنت الذي كنت تسرق أكياس الجواهر طوال الأيام السابقة أيها اللص صاحب المسمار. ووقفت الأميرة حائلة بينها وبين الفتى الراعي معلنة براءته، ولكن الوالد كان على درجة من الغضب لا يسمع منها شيئا، فدفعها بعيدا وأمر الحراس بإلقاء القبض على هذا الراعي قبل أن يتمكن من الهرب. ولم يستطع الفتى أن يضع القبعة لأنها وقعت منه على الأرض، فقبضوا عليه وألقوا به في السجن. وجدت الأميرة بعد انصرافهم هذه القبعة فتناولتها وأرادت أن ترى كيف تبدو وهي ترتديها، ولكنها أمام المرآة اكتشفت حقيقة أمرها وعرفت أنها تخفي من يضعها على رأسه. وهنا أسرعت بارتدائها وتسللت إلى السجن لكي تحاول إنقاذ صديقها الراعي وإطلاق سراحه. ودون أن يشعر بها أحد دخلت إلى حيث الراعي، وهناك دون أن يراها أحد حدثت الراعي وطلبت منه أن يضع هذه القبعة ويهرب، وأن يتركها هنالك فهي تستطيع أن تخرج في أي وقت تريد. ولكن الراعي رفض بشدة أن يهرب ويتركها هناك،
وطلب منها أن تضع القبعة وتذهب إلى الكوخ لتحضر له الرغيف الكبير العجيب، وعندها سيكشف لها السر وستظهر براءته أمام الوالد. وفعلت الأميرة مثل ما طلب، وعادت إليه بالرغيف العجيب، وأسرعت مرتدية هذه القبعة إلى والدها تدعوه لزيارة السجين المظلوم. ولم يرى الملك شيئا، ولكنه سمع من يأمره بالذهاب إلى السجن، ولكنه ذهب، وهنالك وجد السجن مليئا بالمجوهرات. بينما جلس الراعي وسطها يعزف على الناي، ولم يفهم الملك شيئا، وأسرع يغرق نفسه في بحر الجواهر، وهو يأمر أن يحقق للراعي كل الأمنيات والطلبات. لم يفعل الراعي شيئا، ولم يطلب شيئا، ولم يتكلم، لكنه تناول الرغيف وتناول يد الأميرة ومضيا سويا إلى الخارج، إلى المراعي، إلى الدنيا الواسعة، ليعيشا في سعادة وهناء. ولدهشتهما الشديدة حدث أنهما عندما جلسا لتناول الطعام استطاعا أن يأكل الرغيف الذي عاد طريا طازجا شهيا كأنه رغيف عادي، فضحكا من القلب ضحكة سعيدة.